طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا التحية لكم كلكم في الداخل وفي الخارج. ربنا يحفظكم وربنا يديكم الصحة والعافية. وليه قدام؟ أنا جاي داير أتكلم في موضوع الجزيرة. يا اللي بتكتب لي موضوع الجزيرة تحية، أتمنى ما أدعي لك كلام كثير. يا اللي بتكتب، أنا أصلا حتكلم في موضوع الجزيرة لحاجة مثبتة، فانت اعمل لايك وشير عشان الكلام ده يصل وعشان الناس تعرف الحاصل شو. اول حاجه خلونا مع بعض نقول الرحمه والمغفره على شهدائنا الابطال والشفاء العاجل لكل الجرحى، ونسال الله سبحانه وتعالى انه أن يتقبل شهدائنا، شهداء القوات المسلحه وشهداء الامن وشهداء الشرطه وشهداء القوات النظاميه ككل وشهداء الشعب السوداني. شهداء الشعب السوداني ربنا إن شاء الله يتقبلهم ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في عالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوتي وأخواتي الأفاضل الأكارم في كل مكان في هذا التوقيت، توقيت السودان، الآن الساعة 6:34 السبت 2 مارس 2 شهر 3 الموافق 2024. التحية لكم كلكم وربنا يديكم الصحة والعافية، وحي الله المستنفرين وحي الله المقاومة الشعبية وحي الله كل جنودنا وأبطالنا الموجودين على مستوى أرض الواقع اللي عندهم القاعد ضابط جندي عنده 8 9 10 شهور ما شاف اسرته، ما بيعرف عنها حاجه، واسرته ما عارفه عنه انه هو عايش ولا هو ميت، اسرته ما عارفه وهو قاعد في الصفوف الاماميه، حياهم الله. وكذلك الشهداء اللي اللحظه في اسر كثيره انه عندهم شهداء ما عارفين انه اولادهم ديل وين، وامهات ما زالن منتظرات انه اولادهم يرجعوا، اولادهم استشهدوا وهم المعلومه دي للحظه ما عارفينها. فحي الله هؤلاء الجنود وأسكن الله الجنة هؤلاء الشهداء جميعهم وتقبلهم الله بالقبول الحسن. نحن قدر ما تكلمنا وكل ما نتكلم بنلقى نفسنا منعجز عن شكركم أيها الأبطال على مستوى أرض الواقع وعن كل الأشياء اللي قاعدين تقوموها بتقدموها للشعب السوداني ومقدمين روحكم وحياتكم فداء للوطن. حنذكر كل الاتجاهات الشقالة على مستوى أرض الواقع، العشر أول 12 فرقة الشقالة. أول حاجة القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية بتشمل الاحتياطي المركزي ويتبع لمؤسسة الشرطة، لكن تحت قيادة القوات المسلحة بنجي بنلقى الاستخبارات العسكرية تحت قيادة القوات المسلحة، جهاز الأمن والمخابرات الوطني في داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عدة هيئات، وأهم هذه الهيئات وأهمها أهم الهيئات التابعة لل جهاز الأمن تحت اللي هي هيئة العمليات، أكبر الهيئات يتواجد فوق القوة 31 ألف. لما اتحلت 31 ألف من ضابط لجندي، وأسباب حلها كانت واحدة من أسباب حلها تخطيط خارجي وعمل خارجي على أساس أنه يقدر الجنجوي تسيطر على البلد، ودي أدت إلى قيام الحرب. فحي الله هؤلاء الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، هيئة العمليات والسياسية والاقتصادية وكل الهيئات الموجودة جوا، حياهم الله. الاحتياط المركز ذكر، الشرطة كذلك، أبو طيرة فكاك الحيرة، المستنفرين جميعهم من هنا التحية ليهم وربنا يحفظهم. هم مستمرين وما في زول الزحزح وما في زول قاعد يرجع لورا، كل الناس دي أخواننا قاعدة على مستوى الشوارع، كل الناس دي حامل السلاح، كل الناس دي قاعدة موجودة شقالة يا اخواننا الليل والنهار على اساس شنو؟ على اساس حاجة واحدة، انه البلد دي تنضف من ميليشيات الجنجويت، وانتوا تجوا راجعين اخواننا واخواتنا كلهم الناس اللي في الخارج تجوا راجعين بيوت المدمرة ان شاء الله ان شاء الله. ده كلام سابق لاوانه، لكن انا مؤمن تماما انه في عمليات بتاع التعويض حتحصل فيما بعد الحرب. الروح ما بترجع يا اخواننا، حقيقة الروح ما بترجع، لكن المال بيجي، البيت بيجي، العفش بيجي، كل التفاصيل دي بتجي، تأكدوا تماما كل الحاجات دي بتجي، العافية في، لكن نحن الروح فعلا ما بترجع، الروح
يا هل ما بترجع، لكن كل شيء اخواننا بيرجعوا باذن الله، وده كلام سابق لاوانه، لكن حبينا نقوله لكم لانه الناس تستبشر بالخير. والله ما نعرف من معلومات انه في تفاصيل كثيره جدا جدا، تفاصيل كثيره جدا جدا للبلد دي ما بعد انهاء ميليشيات الجنجويد، والله الناس تستبشر خير كبير جدا جدا. فحياكم الله السادة المغتربين، ربنا يديكم الصحة والعافية، وشايلين الحمل وشايلين الشيلة وما قصرتوا وما قاعدين تقصروا والله على الإطلاق، ما بنقدر نوفيكم حقكم. تحية وحب وتقدير لكلكم من هنا، التحية للناس الجيش في أمريكا وتحديدا واشنطن جيش أمريكا، الناس عارفة تماما إنه الوقفة حتكون بعد شوية وقد تكون قامت الليلة السبت جيش أمريكا. تحايا وحب وتقدير لكل الناس في واشنطن وفي تفاصيل كثيره جدا جدا، تحيه كبيره جدا جدا، وجيش اوروبا عموما والجيش في كندا من هنا تحيه خاصه لاخونا خالد ولكل الناس الراكدين على مستوى كندا داعمين الواقفين تمام مع قواتهم المسلحه. فالليله اخواننا في وقفه احتجاجيه امام السفاره الاماراتيه في واشنطن، وقفه احتجاجيه كبيره جدا جدا للسودانيين الموجودين على مستوى امريكا في امام السفاره الاماراتيه في واشنطن. فحياهم الله المغتربين جميعهم، وده ودي المحرية فيهم. طيب الشعب السوداني تحية لكم، أتمنى إنه اللايك والشير للبس ده عشان ما يتضرب، لأنه طلعت لايف قبل ده الضرب عشان ندي الناس التقارير العسكرية، ندي الناس التفاصيل الحاصلة على مستوى أرض الواقع. ما حمسك بيك زمن، حديك الحاصل بتفاصيله وحطلع أنت تاني خدت الكلام ده في راسك واعرف واطمئن. أنا دايرك تطمئن، ما دايرك تكون فيك داخل فيك عملية بتاعت قلق. اول حاجه اخواننا الموقف العمليات على مستوى ولايه الخرطوم عموما، الناس طبعا عارفه على مستوى ام درمان، ام درمان ده حصلت عمليات بتاعه جقم لميليشيات الجنجويد، جقم تقيل من امس لليله، من امس من تاريخ يوم امس، انا امبارح ما طلعت لايف، لليله نحن حاسبين كده فوق ال 40 40 جنجويد تم جقمهم، تم الانتهاء منهم. دي من امس محسوبين كده حسابيا من ناسنا في داخل الاجهزه، محسوبين حسابيا كم 40 دي ديل تم جقمهم تماما، واستسلام امبارح 11 جنجويتي تم استسلموا، والليله كذلك 7 جنجويتي استسلموا للقوات المسلحه بثلاث عربات. ده شغل متقدم. نظفنا لكم حزب الامه، دار حزب الامه يا مريم، نظفنا لكم اللي انتم ما بتقدروا تماما تقولوا انه الجنجويت خشوا واستباحوها، نحن جينا نظفنا لكم تماما، ما خلينا فوق والله ولا جنجويت واحد، بدليل انه في عربيه بتاعت جنجويت كانت قاعده قدام الدار بتاعت حزب الامه استسلمت للقوات المسلحه بكامل تفاصيل، استسلمت تماما للقوات المسلحه. ده شغلنا يا مريم، ده شغلنا يا ناس حزب الامه اللي ما بتقدروا تقولوا الحقيقه، ها ما بتقدروا تتكلموا عن الحقيقه على الاطلاق. ده شغلنا الليله، نظفنا لكم الدار، تعالوا استلموا داركم، فقط دايرين انكم تيجي تستلموها، ما دايرين منكم حاجه ثانيه. نظفنا لكم وشلنا لكم منها حتى الجسامين ذات، حتى القتلى ذات الموجودين جوا طلعناهم رفقمناهم عرارات مشينا سترناهم لكم، فقط يا حزب الامه تعالوا استلموا داركم كان تقدروا، تعالوا اقعدوا في داركم، نظفنا لكم ما لا في ذول بهبيش كلها في ذول بيسوي لكم، تعالوا. ده شغلنا بتاع الليله، نظافه ثقيله، شغل بتاع نظافه ثقيله جدا جدا، شغل بتاع النظافه ثقيله جدا جدا. اوي ما تكتب لي كلام فارغ لانه بديك بلوك، انا ما عندي معك اي شغل، عارف في قحاط اليومين ده شانين حمله ثقيله، حمله ثقيله، نحن عارفين موقف الجزيره وجايين داير نتكلم فوقهم، ما تكتب لي كلامك الفارغ ده في لايفي، بديك بلوك بس، انا عارف الحاصل بالجزيره، واكثر ذول حريض على انه الجزيره دي الان بتنتهك اعراض الجزيره واللي بيحصل على مستوى الجزيره، والله كلنا عارفين انه الكلام ده ما بردي اي كان، ما بردي اي كان، لكن بيده الجيش ما واقف عشان ما تجي تتكلم كلامك الفارغ ده. وانت اللي بتتكلم الكلام الفارغ ده انا متاكد انت ما بتعني الجزيره ولا من الجزيره، لانه ناس الجزيره نحن بنعرفه الناس رجال حقيقه، اول ولايه طلعت المستنفرين الجزيره، اول ولايه قدمت شهداء الجزيره، عارفين الكلام ده، اهل الجزيره رجال، ما بيجوا بيتبقبقوا، ديل الناس اللي بيكتبوا الكلام بتاع التطبيل اللي انت ده الاسي كاتب لي تعليقك ده، انا شايفك. شايفك. عشان ما تقول لي جيش ده جيشنا يا زول، منطبل للجيش، منموت عشان الجيش، تطبيل ده شنو يا زول؟ ما تطبيل. ما تطبيل، افهم ما نحن منموت عشان الجيش. تطبيل دي كلمة بسيطة يا زول، كوننا نطلع نتكلم عن الجيش، دي كلمة بسيطة. دي كلمة لا احنا روحنا دي الجيش. لازم تفهم الجزئية دي. ما قاعدين نتكلم ساي. روحنا الجيش، نحن الجيش. الجيش ده
ما بنطبل له. الجيش ده حقنا ونحن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، ونحن الجيش ذاته نفسنا وبنموت عشان الجيش. فاسمع استكين يا اخوي وامشي، لانك عارفك جحاط ابني. عارفين يا اخواننا انه الله بيتضرب، عارفين الحاجة دي، عارف الجزئية دي تماما انه الله بيتضرب، وده كالعادة طبعا، يعني ما حاجة جديدة. يعني كده قلت لكم انه كل شوية الناس لما تكترين في عمليات الشير، لايك ثم شير. اللايف الاول الضرب، وده برضو كذلك الحمد لله رجع. قطيع ده اخوان البلاغات والشغل الشقالة والاعلام الله. الاعلام بتاع دويلة الشر، الاعلام بتاع دويلة الشر. يا اخوي ما تتكلم لي، انا زي ما قلت لك احنا والله بنتكلم لكل ولايه السودان، لانه بنتمنى ما بنتمي للجزيره انا الا الجزيره. انا بنتمي للجزيره وبنتمي لدارفور وبنتمي للشمال وبنتمي للوسط وبنتمي لكردفان وبنتمي لجبال النور وبنتمي للنيل الازرق وبنتمي للشرق البحر الاحمر وبنتمي لكل مكان في السودان. ما بتكلم عن ولايه بغداد، انتهاكات دي بتحصل في كل مكان، وقاعدين نتكلم عن كل مكان، والغلط بنقول ده غلط، الغلط قاعدين نقول ده غلط. فانت استكين واسكت ساي يا قحاط يا مهم، لانه انا عارف مخططك الغزر، دار تنغز الميليشيا بعمليه بتاعت بروبوجندا جديده. اسكت ما تتكلم يا ظلم في لايفنا ده، من الديك بلوك الناس تعمل شير يا اخواننا بالله. لايك 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 لايك، الناس تعمل لايك ثم شير، لايك ثم شير. هسي والله 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 ده هدلة، هذا من داخل بابانوس الان، من داخل بابانوس الرسالة دي هي في قدامي. يا زعيم اخبارك، الليلة تم جغم الميليشيات بكمية في اتجاه ضواحي بابانوسة. أنا المعلومة عندي، المعلومة عندي، لكن ده أركز للناس، هذه رسالة جاية من داخل بابانوسة، وده كلامنا نحن اللي دارين نتكلم عنه. فلكن قبل ما نتكلم في كل التفاصيل الناس تشير شير، لأنه والله المسألة دي يعني موجعة شديد يا أخواننا. الناس تعمل شير شير ثم لايك لايك لايك، كثر من اللايكات والشير، لايك ثم شير، عشان نواصل في نفس الجزئية. شير لايك 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 عشان تثبيت البث، ثم شير في صفحتك في الجروبات. طيب الحاجة المهمة انه زي ما قلت انه دار حزب اللمة نحن نظفناها، دي حاجة منتهية. الجغم على مستوى منطقة مدربان جغم تقيل، قلت لكم من امس لحد الليلة ناسنا حاسبين كم، 40 ديل كم، 40 ديل الناس نحد منهم تم جغمون. امس 11، امس 11 واثنين كورنيت، واحد دوشكا، واحد ثنائي، فهمت؟ وتاتشرين. امبارح في الامس تم استلام جغم واستلام حي واس مجموع. الليله كذلك نفس الشيء، عربيه تاتشر، تاتشر لميليشيات الجنجويت، وسبعه تم اسرهم. والجغم ده انا ما متاكد منه كم، لانه الجيش ذاته بيضغطك ما بيديك معلومه بتاعت انه تم جغم كذا، لا 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 لا. عندنا ناس بس بيدونا المعلومات دي، لكن كجيش ما بيطلع لك المعلومات دي، احنا عارفين انهم معاذرين وعارفين تماما التفاصيل دي. فالنظافه شغاله على مستوى منطقه الدرمان، هذا شغل ثقيل متقدم. ال 19 هنا ناس ال 19 مبدات الليله براكم، شفتوا الجغم بتاع القوات المسلحه؟ شفتوا الشغل الدقه ده؟ شفتوا الليله الجيش النزل في مبده دي؟ الليلة في جيش كده خيالي جدا جدا على مستوى منطقة 19 وال 21 والمناطق دي، شغل ثقيل ثقيل جدا جدا الليلة على مستوى منطقة مبات. جيش كده جوجو أخضر، منطقة مبدات دي نزل فوق جيش مبالغ فيه، عديل مبالغ فيه على مستوى منطقة مبدات. فده شغل الجيش، ده شغل الجيش الآن الشغال عليه، شغله ثقيل ما فوقه أي اثنين ثلاثة. مليشة دي انتهت، قطع من الإمداد اخواننا، ما عندها طرق بتاع الدخول امداد، ما في اي طريقه لامداد للمليشة. اخر عمليه بتاع امداد كانت جايه للميليشيات الجنجويت من اتجاهات معينه، طلعنا قلنا لكم النادل تم ضربها، تم ضربها الجرارات السته وتم جخمها وما في حاجه، دورنا شغل. مع انه انا 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 ما بتكلم عن شعوب، الشغل الدائر في تشاد ده
كل الناس الان شايفاه وما راضي وما تفاصيل وما كلام كثير. دار اقول لكم حاجه، نحن كسودانيين حقنا ما بنخلي في ناس استوضحت الجزئيه دي. انا اقسم بالله ما داير شعب التشادي ما عندنا معاه مشكله كشعب، مشكلتنا مع محمد كاكا وحجوط. يا شعب تشاد حقول لكم حجوط وسجاطة، ولسه حجوط اكثر من كده، حجوط اكثر من كده. وانا على المستوى الشخصي ما بتمنى الدمار، ما عشان الحكومه، عشان الشعب، لانه نحن مشاكلنا ما مع الشعوب، مشاكلنا مع الحكومات. وعارف الشعب التشادي ده مجموعه من النشط ومجموعه من المتحدثين ومجموعه من الشباب الحقيقيين النيرين، نحترمهم والله، وتعايشنا معاهم وقعدنا معاهم لفترات طويله جدا جدا، سواء كان في تشاد او على مستوى في افريقيا، ناس ما فوق فرق. عشان دين نحن ما مش عندنا مشكله مع الشعوب، مشكلتنا مع الحكومات. وحتى الشعب الجهادي نفسه مظلوم من العمليه الدكتاتوريه القاعده، مظلوم، مظلوم ظلم كبير جدا جدا. لكن حقنا نحن كسودانيين ما بنخليه. والحاصل على مستوى تشاد لينا يد فوق، ولا من كذب ولا من دسدس. والله والله وعدنا وحنوفي وعدنا. والله المنطقه دي كل اي دوله دعمت التمرد ووقفت مع الجنجويد وساعدتهم، والله حنولع المنطقه دي كلها نار. وتذكروا كلامي ده كويس، وتقول ابو الذهب ده بيتكلم صح، تذكروا الكلام ده كويس، المنطقه دي كلها حتتولع. ونحن قدر الكلمه اللي بنقولها، قدر الكلمه اللي بنقولها، وتذكروا الكلام ده. فالحاصل الليله على مستوى الجنينه، انتوا في معلومات طبعا الناس بتكون بعيده منا يا اخواننا. نحن عندنا طيران ثقيل جدا جدا، مهاجر وسوخويات كله موجود على مستوى منطقه دارفور ككل، كل دارفور. انا اقول لكم في نياله فقط، في نياله فقط نحن مهاجر دي عندنا قريب 13 مهاجر لاف على مستوى نياله. والله 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 عندي صديق داخل نياله، داخل نياله. في داخل نياله ده صديقي شخصي في داخل نياله، اقسم لي بالله قال لي يا محمد ابو الدهب، انا قال لي بفتكر انه ده نجوم. قال لي والله طاقه كميه بتاع الطيران ما طبيعيه فوق، والله قال لي. انا مشيت قال عندهم منطقه قريه خارج نياله ولايه جنوب دارفور خارج نياله، قال لي وحياه الله انا جوا البيت في الحوش، قال لي والله اشوفه واقفه بفوق، واقفه كده، قال لي واقفه كده فوق. ان انا كميه بتاع طيران ما طبيعي، مسيرات مهاجر دي ما طبيعيه على مستوى منطقه دارفور دي كده مجموعه. فالدقه تحت المخزن بتاع الطيران بتاع المسيرات دي، ده شغلنا يا جنجويد، ده ما شغل بتاع احداثيه، ده شغل بتاع رقابه وشغل ليزر، ما احداثيه. الجغم الليله اللي اتجغمته على مستوى رفعنا وتكلمنا، المخزن ده الليله تم جغمه الليله على مستوى الجنينه، وبحمد الله سبحانه وتعالى، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، المرتزقه الروس تم تدميرهم. المرتزقه السوريين الموجودين تم جغمهم بحمد الله سبحانه وتعالى. ديل الشقالين عمليه بتاع التركيب للمسيرات. الله اكبر، الله اكبر، نصر الله القوات المسلحه وهي منتصره، وذلك هو الحق. دي حاجه. تعالوا نعرف انه في بابانوس الحاصل شنو، في بابانوس الحاصل شنو. الليله شغل الطيران تم على مستوى منطقه بابانوس الفرقه 22، مع انه الرساله وصلت هسي ده، هسي هسي فوق الرساله دي، لكن المعلومه انا عندي اساسا، اساسا عندي تقارير الضربه بتاعت بابانوس الطيران الجي جخم ده. اخواننا الجنجويد ديل اخواننا هم طبعا كالاتي، داري يخلقوا لهم عمليه بتاعت انتصار، داري لهم عمليه بتاعت بروباغندا اعلاميه انتصار، الدمار المعنوي لميليشياتهم ولقواتهم، الدمار اللي قتل الميليشيات في الايام المضت دي دمار ثقيل جدا جدا، وما حققت اي عمليه بتاعت انتصار، بل منهزمه في كل المواقع، كل المواقع. الميليشيا منهزمه في كل مكان، الميليشيا الان منهزمه. فالميليشيات اخواننا الان معنويات واضحه. اديك معلومات، الناس ديل الان عندنا ناس على مستوى القرى على مستوى اتجاه الدارفور عموما، الناس ديل بيقوا ما بيمشوا المعارك. الليله نقدر نقول انه نياله دي ما فوق جنجويد، اي ما فوق جنجويد.
كلهم يا اخوانا لبسوا البدل، والواحد شفشف له عربيه عربيتين من الخرطوم، والان هناك قاعد بيجاي طالع بيجاي النازل يا اخواننا خلاص، لانه ثاني وصلوا لمرحله ما في حاجه بتتشفشف يا اخوان، حاجه بتتسرق الان في الخرطوم ما في شيء بيسرقوا، واصلا هم غير السرقه والحراميه ما عندهم حاجه، ما في حاجه بتتسرق خلاص. الواحد ثاني حيقول لك يا اخي انا بشيل السلاح نكاتل لشنو؟ تخيل الان بقول لك يشيل السلاح يكاتل لشنو؟ فالنازل الان يا اخواننا دي الطبيعه بقت كده، ما في سووا للاسلحه دي، خزنوا الاسلحه اللي عنده ليه رشاش، دخلوا جوا بيته خزنوا قفلوا، عنده عربيته كم بدله كده، في ترزيه يا اخواننا كمان جايبين لهم ترزيه من سنتر افريكا من افريقيا لسه دخلوهم في مناطق كثيره يا اخواننا، شغالين يجيبوا في القماش من وين بقادي برنامج يقصوا في المشتركات، واحد يلبس له مشتركه وبرنامج وخلاص راكب العربيه. بقول لك يا زول نكاتل لشنو؟ قتلوني ساي الناس دي يا اخواننا زي ما بقولوا شنو؟ مكر مكر التب، ما دارين ما دارين. الرجع كله عبد الله قروش، عبد الله قروش في زول الاسم ده انا افتكر انه ما غريب عليكم، سالتوا نفسكم سؤال انه عبد الله قروش؟ تتذكروا الضربه بتاعت الاذاعه جقم ال 13 عربيه المرقت لنا عربيتين؟ الف واحد قايد من ميليشيات الجنجوي اسمه عبد الله قروش، والله عبد الله قروش ده لما اتجغمت 11 عربيه اتجاه الاذاعه، لو الناس بتتذكر الحاجه دي قبل 15 يوم، عبد الله قروش ده جري، الزول ده جري جرى في الدنيا دي العريضه اللي عرضه، الزول ده مضروب، تخيل بني ادم بكون مضروب محاسي، العريضه اللي عرضه ما وقف الا في نيالا، هسه الان بتعالج هناك، معلومتك واصلان وعارفينك كل تفاصيلك، الضربه اللي ضربتها دي ضربه في رجلك كمان، في رجلك في الورق بتاع الرجل يا عبد الله قروش، جريت مشيت قعدت في نيالا هناك، في نيالا بنوصلك، ما داير اثنين ثلاثة بنوصلك، ما داير اثنين ثلاثة، لكن احنا بنوريك انه امننا ده شغال، امن يا جن في اي مكان، استخبارات يا جن في اي مكان، بنجيب تيتلك بنجيبك ولا مستعجلين عليك. زي ما قال السيد القام السيد القائد العام الحافر بالليبرا طبق الكلمة دي، الان ده الشغل شغال، اي عملية بتاع التهور في اتخاذ اي قرارات نتيجتها كانت متحرك بتاع حطاب وكلكم شفتوا الخسائر، على كده الجيش ما حيخسر ثاني، قول لكم بالواضح الجيش ثاني ما بيخسر وما بيتهور، الجيش ما بيخسر ثاني وما حيتهور، اي قرارات مدروسه ومحسوبه على اساس التقدم. فعبد الله قروش قاعد الان في نياله، الليله قواتكم المسلحه شنت عمليه بتاعت شغل بتاع طيران على مستوى منطقه نياله، جمعت عفوا منطقه بابانوسا قرب كردفان الفرقه 22، قيادة الفرقة 22 قرب كردفان بابلوسة يا اخواننا، الجنجويد يا اخواننا دار لهم انتصار، معنوياتهم منهارة مدمرين ما عندهم اي طريقة، الناس قالوا يعدوا لهم قوات، جابوا لهم بعد اللي هنا يتجمع في اتجاه تبزبد اتجاه كاكماين مناطق كثيرة على اساس انهم يغزوا بابلوسة، على اساس انهم يمشوا يغزوا منطقة بابلوسة، ال 5000 موجود داير 5000 لايك بالاضافة ل 5000 شير في صفحتك ثم في الجروبات، اعمل لنا لايك شير عشان نجي نتكلم سريع، نجي نتكلم على الوضع في الخرطوم وفي بحري ونمشي للجزيره، نختم بالجزيره سريع يا اخواننا، لايك شير لايك شير عشان البس ما يضرب، دي الحاجه الوحيده اللي بنقولها. طيب اتجمعت المجموعه بتاعت ميليشيات الجنجويد بقياده واحد اسمه نصرب جلحه اتجمع على مستوى منطقة بابانوسة عفوا المجلد تجاه الكاكماين القورة برا. طبعا يا اخوان المعلومة كانت عند القوات المسلحة اساسا كانت موجودة عند القوات المسلحة، ما في حاجة دي استخبارات دي في اي حاجة بدورة، ما في حاجة. اتجمع في المناطق والمناطق ديك يا اخواننا كردفان دي عموما، كردفان دي يا اخواننا الا جنوب كردفان، لكن اتجاهات كردفان البقية كلها مناطق يا اخواننا مسطحة، ما فوق اي عمليه بتاع الجبال ولا فوق اي عمليه بتاع تدسدس من ولا الجغي مجغي، مناطق كلها مسطحه يا اخوان. الناس دي تجمع في مناطق كثيره زي كاكماين وزي بعض القرى بتاعت بزبط ومحيطها، وتجمعوا بمجموعه من العربات. جيش ذاك السايق قال لهم خلاص اصوا عملوا فوق رايحين انه معلوماتهم ماشيين بالقرى وبالليل وشغل ثقيل. خلاهم لك لما نقرب على محيط المنطقه بتاعت بابانوسه ولا الطيارات جاهم من وين ما عارفين. والله الناس دي قمون جغم ثقيل
والله جقم تقيل، جقم تقيل، ما معروف لحد اللحظة الناس ديل فيهم بني آدم طلع ولا ما طلع. الناس ديل الجقم وجقم لمن بقادي دقوا فيهم وقتلوا فيهم قتل قتل قطيع تقيل عديل، قطيع تقيل في جنجبيت، وطلعت لهم القوة بتاعت المهام الخاصة من داخل ال... داخل ال... داخل ال... الفرقة واشتغلت فيهم. ده شغل النظافة، ده القصقصة. الجيش لما يدق الطيران بيطلع الجيش بيقول لك يا اخي احنا دارين نقصقص، دارين نغنم، دارين نطق، دارين نعمل. فاشتغلت فوقهم الشغل ده فاطمئنوا. بابانوسة الوضع آمن لمن بقادي الشغل التام على مستوى منطقة بابانوسة ده شغل متقدم. عشان كده قلنا الطيران اللي وصلنا ده في كل المناطق اخواننا الطيران ده واقف كده. والله الغريب ده يا اخواننا فوقه قريب 40 طائرة. شفتوا الغريب ده من تطلع من اتجاه عبد الرحمن دي وانت ماشي، والله البلد دي تقول فوقه قريب 40 طائرة، قريب 40 طائرة دي متوزعة كده في المنطقة دي شغالة بس. وعارفين غرف التحكم وين الطفاق كله فيه، كله فيه. نجي الى القبيض، قبيض ما فوقها يا اخواننا قلنا متفلسل القوات المسلحة، ودي حاجة اصبحت ما جديدة بالنسبة للهجان بريش ساس الجيش، ما حاجة جديدة. قبيض ما في اي حاجة، ما في اي حاجة في القبيض، لكن الهجان الان بيطلع بيهاجموا بيدقوا جنجويتة بيقطعوا عليهم الطرق بيدقوا لهم خنادق بيبلوهم. ده شغل الهجان اصلا، ما حاجة جديدة. هجانة شغالة اساسا تغني، هجانة شغالة تغني من الميليشيا، دي شغالة تقنن بتجيب سلاح من الميليشيا. هجانا ما قاعد تقول انا دارين امداد من القياد، هجانات ما قاعدين يقولوا احنا دارين سلاح من القياد، ولا قاعدين يقولوا دارين زواده من القياد. الحاجه الوحيده الهجانه اللي شغال عليها هي عمليات التعليمات اللي بتجي من القياد العام، لكن ثاني ما في حاجه، لا امداد لا اثنين ثلاثه. هجانا شغاله دايره سلاح بتقول لك يا اخي احنا دايرين نسلع مستنفرين، يلا نطلعوا لنا كم عمليه عسكريه. بيطلعوا يا اخواننا بيجوا راجعين بكم تاتشر بكم ثنائي بكم رباعي بحكايه بتاعت 500 600 قطعه بتاع السلاح عالي. سابت المساله دي يا يعني طق طق طق، بوزعوا مستنفرين وبوزعوا الناس والدفعات اللي بيتم تخريج، انتهى الموضوع. اي عمليه بتاعت نقص في الصغيره عارفين تماما انه بيمشوا بيهاجموا في اتجاه الطيبه وين 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 مخازن بتاع الجنجي طق 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 بيستلموها كم بيجيبوا ذخيرتهم ده شغل الهجانات، دي ما حاجه جديده. يبقى اذا الابيض دي وضع امن ما فيه حاجه جوا الاحياء ذاتها كلها، كل احياء الابيض كريمه شمال كريمه جنوب الوحده الصفا الرقيبه التسعه لفه التسعه عندكم الصالحين رياض الصالحين كل الابيض كلها كلها امنه يا اخواننا كلها كل الابيض والدلياث الربع الاول حي السوق ابو جهل كل الابيض امنه يا اخوان امنه مستقره. انا بطمئن كل الناس من الابيض لانه شايف في عمليه بتاعت محاوله لاعلام يقول الابيض لا لا حبيبي الفاضل الابيض فوق الهجانه يا عزيزنا الفاضل. فالواضح في الهجانه فاطمئن يا مواطن الابيض سواء كنت في الداخل او في الخارج انا بقول لك بالواضح كل الاحياء القلعه شمالا القلعه جنوبا كل انا كل احياء الابيض كلها من والى امنه مستقره ما في اي حاجه ما في اي حاجه. والله البنوك شغاله هرايك شنو البنوك شغاله السوق شغال الخضار متوفر الحمد لله ايه الغله دي حاطه في كل السودان لكن ده كله فيه. والله ليه طماطم الله كريم دي والله موجوده ما تقعد يا اخواننا تسوقوا لكم من وضع 100 100 ما في اثنين ثلاثه ده شغل بارا برضه كذلك برضه الشغل في بارا كذلك. تعال نتكلم على مستوى منطقة الخرطوم. خرطوم وسط الشغل فوق حلو جميل جدا، لكن أنا للأمانة حقولك وتكلمت فوق كثير السؤال اللي بيطرح نفسه سؤال جنجويد لما دخلوا الجزيرة في البداية يا اخوان قبل انقطاع الاتصال ده بشهر ما كانت في عملية بتاعت انتهاكات كثيرة بالكمية دي. وقلنا انه الجزيره اكثر مكان تورطت فوقه ميليشيات الجنجويد، اكثر مكان تورطت فوقه الميليشيا بتاعت الجنجويد دخولهم لمنطقه الجزيره. انتوا عارفين المعلومه دي؟ اكثر مكان تورطت فوقه الميليشيا بتاعت الجنجويد دخول الجزيره. جد والله
تورطت ورطه كده ما بعدها ورطه. الناس تعمل شير يا اخوان، اخوان الله يبدا قبل فيه عدد كده ما اعملوا شير، الله يقسم مشي عشان نجي نوري الناس الحاضر في الجزيره وضربه المناقل قطيع الجنجوي قطيع عديد قطيع اعملوا شير شير يا جيش، الله يقسم مشير الله يقسم مشير عشان ما يضرب الله يبدا بقعد. انا بقول لك الكلام ده ما عشان لا فيه قرش لا فيه تعريف ولا حاجه، لكن عشان المعلومه الصحيحه تصل بس. ده دايرين منك لايك ده وشير عشان المعلومه تصل، الناس تعمل شير ولايك في كل مكان. يلا يا جيش. طيب الميليشيا يا اخواننا فقدت كل التفاصيل، ما عندها القدرة على انها تهاجم، ما عندها القدرة هروب جماعي لميليشيات الجنجويت من الجزيرة ذاتها، من الجزيرة ذاتها هروب جماعي لمجموعة بتاعت ميليشيات الجنجويت من الجزيرة هرب، مشوا اتجاه الخرطوم مرورا بمنطقة الهلالية والتخاش، الناس دي راجعين راجعين هربوا هروب ثقيل، هروب لميليشيات الجنجويت من على مستوى الجزيرة، دي حقيقة ما دار اثنين ثلاثة على مستوى الجزيرة في هروب، لكن الموجودة الميليشيا الموجودة دي أخطر على الأخطر إنسان على 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 ولاية الجزيرة. بالمناسبة قجة قجة وكيكة أكثر نفرين ديل هم المشكلين عملية بتاعت خطر كبير جدا جدا على مستوى منطقة الجزيرة ولاية الجزيرة. ليه؟ لأنه هم اللي بيعرفوا المناطق والقرى والتفاصيل دي، لأنه كيكل ده كان حرام واشتغل مهرب بتاع سلاح في المنطقة بتاعت البطان واتجاهات جنوب وغرب والاتجاهات دي كلها بيعرف الجزيرة وكذلك كوكا. الناس دي أخطر ناس على الجزيرة الناس دي. عشان كده الشغل الشغال الآن ده ما تفتكر إنه الشغل ده ما حقهم، الشغل ده تحت إمرتهم. الشغل الآن اللي قاعد يتم على مستوى الجزيرة هم منفذوا لتعليمات. أسألوا كيكل قول التعليمات اللي جاتك الآن في الأيام المضت دي شنو تعملها؟ ما كانت في المناطق دي، المناطق دي كلها عموما ما كانت فوق عملية بتاعت شنو؟ انتهاكات زي الشيء اللي بيحصل ده. السؤال ليه الجنجويد فجأة كده قاموا بعملية بتاعت انتهاكات تقيلة على مستوى قرى الجزيرة واستباحة وتفاصيل وإلى آخره، مع انه قيادة ميليشيات الجنجويت المتمثلة في الهالك حميتي وقيرو دي تحديدا حريصة جدا الحرص انه شنو؟ ما دايرة انه تأذي. لاحظ فينا في فترة من الفترات لأنها تورطت بدخولها للجزيرة ما دايرة تشتغل شغل يخليها انه انسان الجزيرة يطلع يتكلم عنها بالكلام الطيب. دايرة انها تكون حريصة على المسألة. طيب القير رايهم شنو؟ فجأة كده اتقلبت الموازين انه يضربوا ويقتلوا ويحرقوا في انسان الجزيره في قرى معينه في الجزيره. السؤال هنا شنو؟ ليه؟ دي يا اخوانا خطه متكامله، خطه متكامله. التهديد والقتل والاغتصابات وعمليات الحرق والنهب بطريقه واضحه وبالطريقه دي اخوانا ده عنده هدف، عنده هدف كبير جدا جدا. الهدف من الكلام ده شنو؟ الهدف من الكلام ده التغطية على الإعلام. ما هو شوف الجنجويد ديل ما بشر بيقتل، الكتل ده عندهم يا اخوانا كونه يقتل له بني ادم ده زي كانه قتل له فرخة يعني. والله يجب كونه يقتل له بني ادم زي كانه قتل له فرخة وسخيل ماشي يعني عام موضوع عادي ما في حاجة يعني. حاجة دي عادية جدا جدا يا اخوانا يعني كونه يقتل بني ادم ما عنده مشكلة ولا حاجة ولا عينه بيقتل عادي يمشي موضوع ديزي ده عند الجنجويت. فالشغل المعنوي انتهى، الناس دي اللي قطوا بالقتل اللي قاعد يحصل ده والانتهاكات اللي بيرتكبوها دي داري قطوا بها على الانتصارات بتاعت القوات المسلحة او الاعلام بتاع القوات المسلحة الشقال ده والاحباط النفسي اللي جو جنودهم والضربات الثقيله جدا جدا وفقدانهم لمجموعات كبيره جدا جدا من القيادات بتاعتهم. قياداتهم ديل يا اخواننا في كل مكان،
فقدوا مجموعة من القيادات تقليل جدا جدا، فقدوا كمية من القيادات، ودمار في كل المواقع، الجيش ده داقين في كل مكان. يا ما والله والله ما اعرف قصة الضرب اللي قاعد تحصل. الموضوع ده يا اخوانا قصة اللايف اللي قاعد تضرب كل شوية دي، الموضوع ده يا اخوانا والله العظيم اللايف قاعد تضرب كل شوية، كل شوية قاعد تضرب. ناس عم تعيد الشير، ناس تعيد الشير والله. طيب زي ما ذكرنا يا اخوانا نعمل الناس تعمل شير، زي ما ذكرنا الجنجويد ديل تحديدا فقدوا كل التفاصيل بتاعته، ما عندهم قيادات يا اخواننا اتدمرت، ما عندهم قياده كده حقيقيه الان موجوده معهم، نادي شغاله شغلها بتلي. فالتكتيك ده موضوع لهم عبر اتجاهات كثيره انه يدخلهم في انه ينتهكوا التفاصيل دي، عمليات الانتهاك اللي ممكن تحصل دي بناء على التغطيه على احداث انتصارات القوات المسلحة. طيب سؤال، انت عارف دار اقول لك حاجة، الليلة الانتهاكات دي هم متعودين عليها على مستوى دارفور، متعودين جدا جدا. هسي في انتهاكات قاعد تحصل على مستوى الجنين، انتهاكات ثقيلة جدا جدا قاعد تحصل على مستوى الجنين، ابادات جماعية حصلت لأهل المساليد، كلكم عارفين الحاجة، كلكم عارفين الحاجة دي. ما أخذت الضجة الإعلامية الحقيقية للأمانة نقولها، ما أخذت البروباغندا الإعلامية الثقيلة. ليه؟ أنت فاهم ليه؟ لأنه في جنوب دارفور ما في قحاطة كتار، ما في قحاطة كتار هناك. لكن تعال أنا أديك معلومة، على مستوى الجزيرة فيك مجموعة من القحاحيط، مجموعة من الناس الآن اللي بتساعد في إعلام ميليشيات الجنجويد إنه تخلق له بروباغندا ويطلع ويقول لك الجيش داري يفصله، يفصل الجيش، يفصل الجزيرة من القوات المسلحة، وداري يشتغلوا شغل بتاع عملية بتاع العنصرية، يقول لك إنه قائد الحامية من الاتجاه الفلاني، وإنه الجيش ما شغال بك، وفي حين إنه الجيش موجود على مستوى الجزيرة، لكن الجيش ده منو؟ الجيش ده أولادنا وأولادهم هم، وهم بيدركوا الحاجة دي تماما. لكن الاعلام المخطط له ان يتكلم في التفاصيل دي الان شغال، الان شغال، شغال شغل خبيث جدا شغال. وده ما بنستنينا انه نتكلم عن القوات المسلحه ونقول لهم يا اخي انتم لابد من انه مدني بتنظف او الجزيره بتنظف، ومحتاجين لعمليه بتاعت استعجال في اتخاذ القرارات، مع انه انا الكلمه دي ما قاعد احب اقولها، الاستعجال ده ما بحبه لانه شفته في حطاب، والله شفته في حطاب، استعجال في القرارات شفته في متحرك حطاب في شارع الإنغاز، شفته في متحرك حطاب في شارع الإنغاز، وده ما داير يتكرر تاني. أنا ما من مصلحتي إنه الحاجة دي تتكرر، وأي زول داعم للجيش ما من مصلحته إنه يتكرر الشيء اللي حصل على مستوى متحرك حطاب اللي بتتذكروا كلكم ذاك، ما من مصلحتنا. جيش موجود في الجزيرة، موجود في الجزيرة. فرسالة لقيادة القوات المسلحة، جزيرة بتنزف، هاي بتنزف الجزيرة، بتنزف. انتوا عارفين ليه؟ لسبب معين، لسبب معين، محتاجة لعملية بتاعت معالجة حقيقية، المهام الخاصة، الخطة اللي اتوضعت العسكرية، وأنا أثق تمام في القوات المسلحة، وأثق في الخطة، وأثق في كل التفاصيل. لكن انا دار اقول لكم بالواضح، انتم عارفين الاستعجال في عمليات الجزيره تحديدا لسبب معين، لانه الاعلام بتاع القحاحيط وميليشيات الجنجويد الشغال حاليا على اساس انه دار يخلق عمليه بتاع فصل لولا الجزيرة، وده مخطط له، وده مخطط له، ده سبب رئيسي، رئيسي جدا، انه الخطه العسكريه يتم الاستعجال فوق على اساس انها تتحرر الجزيره، ونحن عارفين ان الجزيره حتتحرر قبل ولايه الخرطوم تماما، والجنجويد حينتهوا في ولايه الجزيره، ودي معلومه نحن متاكدين منها. لكن الاعلام العسكري، السيد القائد العام البرهان، وكل الساده قيادات القوات المسلحه، كلامنا ده
اسمعوه كويس، اسمعوه كويس. اول من قدم لكم المستنفرين في السودان، اسمعوا كلامنا ده كويس، كانوا سباقين هنا في الجزيره. بعيدا عن انه الشيل بقولوه قحاحيط، بعيدا عن الشيل بقولوه جنجويد، بعيدا عن الحاجه دي، بعيدا عن الكلام ده، لكن احنا في الجزيره يا القياده، اول ما دقت مزيقه الحرب استشهدوا المجموعه اللي استشهدت في اول يوم كان فوق 6 من ابناء الجزيره في حمايه القائد العام. سيد القائد العام كلام واضح، اول ما دعيت العمليه بتاعت الاستنفار قبل التعبئه العامه، اول دفعه تخرجت جات من ولايه الجزيره. دي حقيقه لا بد من تقال. الان ولايه الجزيره وجبت عمليات تحررها من اي ارزقي، من اي جنجويتي، من اي خاين، من اي ان كان الموجود الان متعاون. لانه الان الاعلام اصبح اعلام، الاله الاعلاميه بتاعت الجنجويت وجناحهم السياسي قذره جدا جدا وشقاله شغل بتاعت الفرقه، ونحن ما حنسمع له. ما حنسمح لهم، لكن بنقول لكم انكم انتم لابد من انه تكون في عمليات واضحه. سيد القائد العام نحن بنطالبك مطالبه مباشره بانك تطلع على مستوى الاعلام وتتكلم، وتتكلم عن موضوع الجزيره والانتهاكات اللي حصلت في الجزيره، وتوجه رسائلك لاهالينا في الجزيره كلهم محتاجين في كل السودان، لكن خاصه الجزيره لاسباب كثيره جدا جدا. منطالب القوات المسلحه من هنا، قيادة الهيئة من هنا، رسالتنا لكم واضحة. الجزيرة دي محتاجة العملية بتاعت شغل في مقبل الأيام القادمات. حصلت ضرب الليلة على مستوى المناقل، تقطيع لميليشيات الجنجويت، تجمعت مجموعة ميليشيات الجنجويت في اتجاه المناقل وضربوا طيران، قطعوا قطع قطع. أنتم عارفين الآن داخل مدني اللي قاعد يحصل شو؟ سيد الغايد، سادة قيادات القوات المسلحه وقيادات الهيئه، تعرفين الان قاعد يحصل شنو؟ مدني في مقبل الايام القادمه دي حتكون في عمليه بتاعت مجاعه. اي حتكون في عمليه بتاعت مجاعه، انا اقول لكم بالواضح حتكون في مجاعه على مستوى داخل مدني. ضاربين على انتم حصار؟ ما في حاجه. حصار اي يعني ما معناه ان تفكوا الحصار. الحصار ده يكون في عمليه بتاعت خانق تقيل، لكن في مواطنين جوا يا اخواننا ما بيقدروا يطلعوا. في ابهاتنا كبار شديد ما بيقدروا، امهات كبار جدا بدار ما بيقدروا، ما بيقدروا يتحركوا تماما، لانه اساسا ما في اي حي بتخليهم يتحركوا. الان ما في مستشفى شغال، مستشفى الذره الان عادت وما فوق ادويه، الذره داخل مدني عادت ما في اي ادويه، ما في اي حاجه على مستوى مدني. ما في. فرسالتنا للقائد العام، مدني محتاج العملية بتاعت شغل حقيقي مكثف، ما وقتي. انا عارف انه شغلك انت الحفر بالليبرا، وعارف انه التكتيك، وعارف انه المعركه اذا في 15 يوم بتنزوها في شهرين، لكن الجزيره لا تتحمل، حقيقي لا تتحمل، الجزيره لا تتحمل. ده جانب. رساله بسيطه للعميد طارق كجاب. طارق كجاب، السلام عليك. أنا حقيقة والله استمحت لما قلت، لكن يا أخوي أنا بقول لك كلام واضح. كلامك اللي قلته ده منك أنت تحديدا كزول عميد في القوات المسلحة، كزول عميد في القوات المسلحة، ما هو مفروض عليك أنك تقول الكلام ده. تعرف ليه؟ لأنك أنت عميد في داخل القوات المسلحة، عندك البوابات الرسمية اللي بتقدر توصل بها رسالتك للقياده. ما في حاجه بتخليك تطلع في الاعلام انك تقول الكلام ده. انا اعرف انك انت بتتكلم كانسان جزيره، وده من حقك كانسان الجزيره تتكلم اي كلام، هاي ما خلاص. لكن ما من حقك
كذول لابس لنا التوب العسكري وانت معروف عميد لدى القوات المسلحة انك تطلع تقول الكلام اللي قلته ده بالطريقة اللي انت تكلمت عنها دي. فرسالتي لك يا العميد طارق كجاب، اتمنى انها توصلك وهي حتوصلك، فيا ريت اذا انت عندك اي كلام اي كلام فيما يدور على مستوى الجزيرة، انا افتكر انك انت عارف القنوات اللي بتوجه بها رسالتك، انت عارف القنوات وانت اكتر زول عارف القنوات اللي ممكن رسالتك بها تصل، ما في داعي للشغل بتاع الاعلام. فانت كلامك دي انت عارف هو عملية بتاع انتقاص من حق القوات المسلحة، انت عارف الكلام ده كونه يجي من زول عميد في داخل القوات المسلحة ويعتبر انتقاص من حق القوات المسلحة وانتقاص من حق الجنود الموجودين الان على مستوى ولاية السودان ال18 او في عدة ولايات اماكن تواجد ميليشيا الجنجويد، قواتنا المسلحة موجودة الان. فده انا افتكر انه يعني كلام اتمنى انه تتراجع عنه ويطلع منك عملية بتاع اعتذار واضح عما قلت، مش في حق اهلنا في الجزيرة، عما قلت، لانك انت تعتبر واحد من القوات المسلحة واحد من الضباط الموجودين دكتور عميد طارق كجاب. اتمنى انه الكلام ده يعني يصلك بطريقة وتتقبله بصدر رحب، نحن ما دايرين نقول لك اي كلام غير كده، لانه انت ظل ضابط داخل القوات المسلحة بتقدم في خدمة كبيرة جدا جدا لجرحانا ولجرح القوات المسلحة عموما، وانت جزء من المؤسسة العسكرية دي وانت عارف البوابات تماما اللي بتقدر توصل بها رسالتك. وفي قوانين العسكرية انت قد تكون عارف انه اكبر منك افهم منك واعرف منك وبدوسك تحت، بل واضح انا بقول لك، وانت عارف الجزئية دي وعارف تماما انه العسكرية تعليمات وعارف تماما انه انت عندك محلة معينة بتقدم بها بترفع بها تقارير والتقارير بتوصل والبوابة اللي بتوصل للتقارير، من حقك تتكلم عن القوات المسلحة كقوات مسلحة وكذول إعلامي لدى القوات المسلحة، لكن ما من حقك كذول ضابط داخل القوات المسلحة ولابس زي القوات المسلحة وموجود في نص القوات المسلحة إنه في ظل الظروف دي إنك تطلع تقول مثل الكلام الذي قلته. فأتمنى إنه رسالتي تصلك يا طارق وتتقبلها بصدر رحب، تقبلها بصدر رحب، صفحتنا مفتوحة، عندك أي كلام نحن موجودين، عادي جدا جدا نتكلم معك. قد نكون نحن أسئنا الظن فيما في فهمنا لحاجتك، لكن أهو زي ما أنت طلعت في الإعلام نحن وجهنا لك النصيحة دي والرسالة دي إعلامية. بقوا طيبين يا إخواننا، ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية، ربنا يحفظكم، وإن شاء الله حنتقابل في مقبل الأيام القادمة. عندنا لايف حيكون ان شاء الله الساعة 12 او الساعة 11، الساعة 11 بتوقيت السودان حيكون عندنا لايف في التيك توك، منصة التيك توك، اول مرة في حياتنا نعمل لايف في منصة التيك توك. الحريص انه يعرف التقارير العسكرية اللي بتجي هسي بعد شوية اللي بنقولها بعدين، حريص على انه يجي يعرف تماما بقية التقارير العسكرية، يتابع صفحتنا على مستوى التيك توك باسم ابو الداب محمد. انا حخط لكم الرابط الان بعد اكفل البذله، حخط الرابط، ويا ريت الاخوه والاخوات تعالوا هناك، تعالوا هناك، خلونا برضو الدائر كله يتناقش، نديه فرصه بتاعت انه نتكلم ويكون في عمليه بتاعت حوار جميل جدا جدا. لكن جنجويت ما حيكونوا معنا طبعا، من هسه جنجويت انا ما في المكان اللي انا بكون متواجد فوق ما بكون فوق جنجويت. الله يديكم الصحه والعافيه، ابقوا طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.